فترة تشرين جاءت نتاج لمن؟ لعدم احترام الشعب، عدم احترام ما طالبوا به الحكماء والعقلاء والمرجعية، انه يا بيت الطبقة السياسية نصف الشعب، الشعب مظلوم، افسدتوا المرجعية، غلقت بابها. الجماعة شلون هسه ما يبالون لأي احد، الى ان وصل الحال الى النزاع المسلح فيما بينهم، وتاركين معاناة الشعب. الشعب لا عنده مي، لا كهرباء، لا خدمات، لا امن، لا استقرار، لا تعليم، لا صحة. فلذلك الشعب ب 2019 نفض صبرا فجر، شي يريد؟ قال عم ما اريد لا مي لا كهرباء، لان دولة كذابين. صار 18 سنة نطالبهم ما انطونا، نريد تغييرهم جذريا. سووا هم ذبحوا الشعب ظنا منهم، ساروا على الطريقة العفلقية البعثية الصدامية اللي أوصلت صدام إلى الحفرة. هذول راح توصلهم أسوأ من الحفرة إلى الحاوية بإذن الله، لأن سووا وفعلوا أسوأ من صدام. فلذلك يا أستاذ نجم العزيز، نعم، هم استخدموا كرسوا كل جهودهم وجهود دولهم على ثورة تشرين لإفشالها، لأن عفوية وما بيها تنظيم وغيرها وتمكنوا منها. لكن بقوا الناس الأحرار الوطنيين من إعلاميين، من شيوخ عشائر، من وطنيين يعدون العدة لما هو أقوى من تشرين. وهذا أيضا بدأنا به بالتنظيم والتسلسل، حتى لا يلوم لائم ولا تستطيع الطبقة السياسية تضليل بعض أبناء الشعب. يعني مثلا التظاهرة هين علينا، نحن من نجي من البصرة، نجي من الموصل، نجي من سليمانية، هاي التظاهرات الأخيرة من كل المحافظات. أي. هذا مو هين علينا، لكن ما نراه إن وطننا، إحنا الوطن نحبه، إحنا ما عندنا لا مدير لا فراش لا منصب لا غيره، بس نموت على العراق. ما ماخذين شيء من العراق، بس العراق بلدنا نحبه، ما ممكن نفرط به. بما أنه العراق بعد 20 سنة مخلينا وراء دولة اللي شبعوا من العراق أشكال مغريات أموال أرصدة وغيرها، وصلوا العراق لهذا الحال. إذن العراق لازم ندافع عنه. بما ندافع عنه؟ خرجنا بتظاهرات مطلبية، وخرجنا بخير تظاهرة، أنه بما أنه الصادمة والجماعة وتكررت بكل سهولة يسفكون الدم، إذن ذولة ماكو مستقبل أو حياة للعراق بوجودهم. شنو الحل؟ نزلنا بيان يا ذا هاي آلاف العراقيين تنقل لكم مطلب الشعب. الشعب يقول عمي هاي تشفونا شركوا اللي خذتوا البكتوا، عم خلوا العراق بدل ما تقتلوا وتدمروا أكثر، وناس البقية تموت، عمي روحوا، عمو تشفونا شركوا، ما قدمتوا شيء للبلد، خل تجي حكومة من كفاءات البلد بما انه ضيفك وكل الكل وصل الى طريق ماكو حل. عم الحل هالمره اصغوا للشعب حتى تسلمون على جزء من واقعكم، حتى الما قاتل بيكم حيل والما بايك ممكن ما ينشمل ويا الكل. عم الشعب مثل ما نفس صبره دكتور درغام، دكتور درغام صبره اكثر من تشرين، دكتور درغام فطرحنا المطلب تغيير جذري. هاي الدعوه صابه، هاي الدعوه صابه. تعرف ليش انت اطلقت دعوة في الوقت غير المناسب؟ انت تقول للقوى السياسية انسحبوا، والنفط راح يوصل 200 دولار هي حتى حرام عليك. استاذ نجم، هذه الدعوة هسه حلال حرام بيا فقه بيا شريعة، هذه انا ادري بك انت قلتها بفقههم، هم فقههم فقه الفساد والعمالة والخيانة. هو رجال يريد يستفاد ويفيد. هي شنو يعني سعر ال 200 دولار يبطل؟ عم مشي عليك الله، بس هالمره اخر عطوه، يصير لو ما يصير بلكي الودي يطلعون فلوس الانتخابات. استاذ نجم، الضرب بالميت حرام. استاذ نجم، اي عندهم هواي فلوس، يا فلوس الانتخابات، خيرات العراق بجيوبهم وبارصدتهم، عندهم هواي. استاذ نجم، الشعب سام طلع بهاي الطريقه اللي تفضلت هسه، انت قلت تروحون وترجعون. لا، أيه؟ المره الجايه ما نروح ونرجع، لان هواي جينا ورجعنا. ليش جينا ورجعنا؟ حتى لا حد يلومنا ولا يطلع لي واحد بالاطار بالتيار بغيره ويقول يا بسويتوا فتنه وغيره. عمي بكل هدوء، انا اشكرك، ومثل ما قالت المرجعيه وبسلميه، خلص وقتي دكتور برغام، طالبنا ووضعنا حلول دكتور.